الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. تحدثنا فيما مضى حول حقوق الأولاد، وتحدثنا أيضا حول حقوق الوالدين. أما في هذا اليوم فنتحدث بإذن الله حول حقوق الزوج. الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه يتحدث في رسالة الحقوق حول حقوق الزوجة، ولكن قبل أن يتحدث الإمام حول ذلك يتحدث حول موضوع آخر، وهذا الموضوع يعتبر مقدمة للموضوع الثاني. وهذا الموضوع هو دور الزوجة تجاه الزوج. ما هو الدور الذي تقوم به الزوجة تجاه الزوج؟ الأفراد المتزوجون قد يغفلون عن هذه الحقيقة، وهي حقيقة دور المرأة في حياة الرجل، لأنه الذي يعيش في النعمة هل يعرف قدر النعمة؟ الذي يعيش عند شاطئ الفرات هل يعرف قدر الماء؟ أو الذي يعرف قدر الماء هو الذي يعيش في البيداء اللي ما فيها ماء، اللي فيها عطش؟ هذا هو الذي يعرف قدر الماء ودور الماء. السمكة التي هي في الماء ربما لا تعرف قدر الماء ولا تعرف ما هو الماء ولا تعرف دور الماء في حياتها، ولكن عندما نأخذها خارج الماء تعرف ربما ماذا يعني الماء. فالإنسان اللي يعيش في النعمة، أنتم الحمد لله الآن تعيشون في الأمن، ولكن لا نعرف نحن قيمة الأمن. إذا واحد فقد الأمن، عاش في منطقة لا يعلم إلى دقيقة بعد هو حي أو ميت، عند ذلك يعرف ماذا يعني الأمن. هاي قاعدة كلية، اللي يعيش في النعمة عادة لا يعرف قيمة النعمة. الأفراد المتزوجون لا يعرفون عادة قيمة الزواج. الأزواج عادة لا يعرفون قيمة الزوجات، والزوجات عادة لا يعرفون قيمة الأزواج. الإمام صلوات الله عليه يجعل مقدمة لبيان الحقوق، وإحدى الحقوق، مو فقط مقدمة لبيان الحقوق، وإنما هذه إحدى الحقوق
حقوق الزوجة على الزوج أن يعرف الزوج قيمة الزوجة ودور الزوجة وأهمية الزوجة في حياته. يقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه: وحق الزوجة، هذا حق في حد ذاته هو مقدمة لحقوق، أن تعلم أن الله عز وجل جعلها لك أولا سكنا، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. شنو معنى السكن؟ إن الله تعالى جعل الزوجة سكنا للزوج، وجعل الزوج سكنا للزوجة. شنو معنى السكن؟ الرجل وحده ناقص، والمرأة وحدها ناقص، هكذا جعل الله، هكذا خلق الله الحياة، الرجل بمفرده مو كامل، والمرأة بمفردها مو كامل. الذي يشعر بالنقص، كل ناقص يتحرك نحو كماله. الإنسان الذي يعاني من نقص في جانب من جوانب حياته يتحرك نحو إزالة هذا النقص، ويتحرك نحو إزالة هذا الفقر، ويتحرك نحو إزالة هذه الفاقة. في هذه الحركة، حركة الناقص نحو الكمال، وحركة المفتقر نحو الغنى، وحركة المحتاج نحو رفع الاحتياج، ما دام لم يصل إلى غناه، ما دام لم يصل إلى كماله، ما دام لم يصل إلى ما يسد نقصه، يشعر بالقلق، يشعر بالاضطراب، يشعر أنه مشرد، يشعر أن هنالك عدم قرار في نفسه وفي روحه. الإنسان اللي ما عنده بيت، هذا مثال مادي، أنتوا رحتوا إلى منطقة ما عنده بيت واحد في تلك المنطقة، ماكو هنالك محل يستأجره، ماكو هنالك محل ينزل فيه، يشعر بماذا؟ يشعر بالقلق، يشعر بالاضطراب. فإذا وصل إلى المنزل، ما هي الحالة التي تحصل بعد ما تجون من السفر وتدخلون في البيت؟ واحد يشعر بالقرار، واحد يشعر بالطمأنينة، واحد يشعر أن ذلك النقص اللي كان عنده قد ارتفع أول ما واحد يدخل في بيته. مجربين هذه الحالة؟ هذا مثال مادي. نفس هذه الحالة موجودة في البيت المعنوي. الذي لا يتزوج ما إلى استقرار، ما إلى اطمئنان، نفس قلقة، نفس معذبة، نفس غير مستقرة. فإذا تزوج حصل هذا الاطمئنان والاستقرار. لذلك علماء النفس وعلماء الاجتماع
يقولون الأفراد غير المتزوجين ما إلهم تعادل روحي. المتزوج عنده تعادل روحي، الإنسان غير المتزوج ما إله تعادل روحي. إن تلاحظوا الذين ينتحرون، المتزوجون أكثر ينتحرون أو العزاب، ياهو منهم. علماء النفس وعلماء الاجتماع يقولون العزاب أكثر ينتحرون من المتزوجين، لأن هذا نفس هذا العزب نفسه غير مستقرة، نفس قلقة، نفس غير مطمئن. الذين يقومون بالجرائم الكبيرة منهم المتزوجون أو العزاب، اقرأوا الإحصائيات واقرأوا ما يقوله علماء الاجتماع، العزاب أكثر يقومون بالجرائم من المتزوجين، لأن يشعر بحالة قلق واضطراب وتشرد وأنه بلا مأوى. هذا هو الدور الأول للزوجة، وحق الزوجة أن تعلم أن الله عز وجل جعلها لك سكنا، وسيلة للطمأنينة، وسيلة للاستقرار الروحي، وسيلة للوقار النفسي. هذا هو الدور الأول. الدور الثاني، جعلها لك سكنا وأنسا. الإنسان، كلمة الإنسان مشتقة من أي مادة؟ من مادة الأنس. الإنسان يحتاج إلى أنيس. لا تشوفون الآن بعض البيوت اللي هدمتها الحضارة المادية، حقيقة هاي بيوتنا هدمتها الحضارة المادية. لاحظوا حياة آبائنا الأقدمين وحياة أجدادنا وحياة البقية الباقية من ذاك الجيل، مو هذا الجيل الجديد المنفلت البعيد اللي كل الحياة عبارة عن مشاحنات ومطاحنات ونزاع وسوء أخلاق وتصادم. لا، لاحظوا الأفراد المتدينين حقيقة، ما انقرضوا طبعا، أكو منهم دقيق. المرأة أنس للرجل، يعني يأنس إليها، يرتاح إليها، مثل واحد عنده صديق عندما يقعد وياه يرتاح إليه، يأنس به، يسر بلقائه. هالشكل الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: كنت إذا نظرت إليها، يعني إلى فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، انجلت عن الغموم. هالشكل المرأة الصالحة، هالشكل الرجل الصالح، هالشكل الرجل عندما ينظر إلى مرأته الصالحة حقيقة تنجلي عنه الغموم، والمرأة عندما تنظر إلى زوجها الصالح تنجلي عنها الغموم. أولا، جعلها لك سكنا، وثانيا جعلها لك أنسا، وثالثا وتعلم أن ذلك نعمة من الله تعالى عليك. المرأة نعمة. النبي صلى الله عليه وآله دخل على أمير المؤمنين صلوات الله عليه بعد زواجه بفاطمة صلوات الله عليه، فقال له: كيف وجدت أهلك؟ فقال أمير المؤمنين: نعم العون على طاعة الله.
المرأة معينة للرجل على طاعة الله، المرأة مانعة للرجل عن معصية الله، المرأة مكملة لإيمان الرجل. نعمة من جوانب متعددة. فإذا المرأة أولا سكن، وثانيا أنثى، وثالثا نعمة من الله تعالى على الرجل. هذا هو البحث الأول حول دور المرأة. العلم بهذا الدور الإمام صلوات الله عليه يجعله حقا من حقوق المرأة على الرجل، أن يعرف من هي وما هو دورها في حياته. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية الوظائف العملية. بعد ما واحد عرف أن هذا دور المرأة، أن المرأة معينة له في طاعة الله، أن المرأة سكن له في حياته، يأتي دور الوظائف العملية. الإمام صلوات الله عليه يذكر من هذه الوظائف خمس. الوظيفة الأولى فتكرمها، الإكرام، التكريم. الرجل ينبغي عليه أن يكرم زوجته. شنو معنى التكريم؟ التكريم يعني التقدير، التكريم يعني التعظيم، التكريم يعني عدم التحقير. هذه من آثار الجاهلية، أنه ينظر إلى المرأة بحقارة وتحقر المرأة، هذا عمل الجاهلية. أما في الإسلام المرأة ينبغي أن تكرم وينبغي أن تعظم وينبغي أن تقدر. هذه الوظيفة الأولى فتكرمها، الإكرام. الوظيفة الثانية وترفق بها. الرفق شنو معناته؟ الرفق ضد العنف في الروايات، وقد وردت هاتان اللفظتان متقابلتين. أكو بعض الأفراد عنيفين، وأكو بعض الأفراد رفيقين. رفيق يعني لين، أن يكون الإنسان لينا مع زوجته، أن لا يكون عنيفا معها. هذه الوظيفة الثانية، التكريم والتقدير. الوظيفة الثانية الرفق واللين. طبعا الإمام صلوات الله عليه لا يغفل الجانب الآخر، يعني مو فقط هذه حقوق المرأة على الرجل، الرجل أيضا لها حقوق على المرأة. أيهما أعظم، حق الرجل على المرأة أو حق المرأة على الرجل؟ يا هو أعظم. الإمام صلوات الله عليه يقول: وإن كان حقك عليها أوجب. حق الرجل على المرأة أعظم من حق المرأة على الرجل. جاء مجموعة أو جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقال له: إني مررت على قوم يسجدون لعظيم من عظمائهم، ما أدري في إيران كان، في الروم كان،
كانوا يسجدون لعظيم من عظمائهم. هذا كان متعارف، عندما يدخلون على ملك كانوا يأتون ويقبلون الأرض أمام ذلك العظيم ويسجدون أمام هذا العظيم. فقال النبي صلى الله عليه وآله: لو أني، هاي الرواية موجودة في كتاب مكارم الأخلاق راجعوها، لو أني أمرت أحدا أن يسجد لأحد من البشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، إذا كان السجود جائز لغير الله سبحانه وتعالى. وإذا كان النبي يأمر أحدا من البشر أن يسجد لأحد من البشر لأمر المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حق الزوج على الزوجة. حق الزوج على الزوجة جدا عظيم، ولكن هذا مو معناته أن المرأة لا حق لها على زوجها. المرأة أيضا لها حق عظيم على زوجها، وإن كان حقك عليها أوجب، حقك أوجب وأعظم، ولكن هذا مو معناته أنه تغفل عن أداء حقوقها. إذن فتكرمها وترفق بها، فإن لها عليك أن ترحمها. هاي الوظيفة الثالثة، فإن لها عليك أن ترحمها. الرحم، الإكرام، الرفق، الرحم. الرحم يعني شنو؟ الرحم يعني المرأة أحيانا تمر بلحظات ضعف، بلحظات احتياج. الإنسان يشفق عليها في لحظة احتياجها. الشيخ عبد الكريم الحائري رحمة الله عليه، الذي أسس الحوزة العلمية في قم، هذا الرجل عنده قضايا عجيبة. احنا نشوف الشيخ عبد الكريم رحمة الله عليه ونشوف خدماته والحوزة التي كونها، ولكن اكو اشياء صغيرة في حياة بعض الافراد، ولكن تلك النقاط الصغيرة لعلها وراء هاي الاعمال الكبيرة. المرأة مرضت، المرأة مرضت، هذه المرأة الآن تحتاج إلى رحمة من قبل الرجل. الرجل يتركها، يعنف معها، يطردها، يطلقها، طلقها انتهى. عندما كانت شابة، عندما كانت قوية كنت تعيش معها، الآن اللي أصيبت بضعف والعياذ بالله بشلل بشيء، واحد يتركها انتهى. هذا خلاف الرحمة، هذا خلاف الشفقة، هذا خلاف الحق. كانت عنده زوجة الشيخ عبد الكريم رحمة الله عليه، قضاء وقدر بعد في القضاء الإلهي، ونعوذ بالله نقرأ في بعض الأدعية في بعض الأيام: ولا طاقة لنا بحكمك. يعني حكم الله واي خوف، قد مرة الله يحكم بحكم حتمي مخيف. نقرأ في القنوت في أيام العيد على ما في بالي في بعض أيام العيد، مو في صلاة العيد: ولا طاقة لنا بحكمك، يعني من يقدر. الله سبحانه وتعالى في يوم من الأيام ابتلاها بالعمى، عميت هذه المرأة. كان أكو خطيب في طهران، هذا الخطيب يوم من الأيام بالليل كان نايم، فهو كل يوم يقوم، فقام على معتاده فشاف ظلام أكو، خوف مرة ثانية نام، يبدو الوقت مبكر،
فنام مرة ثانية، بعدين قام شاف ظلام اكو. مرة ثالثة نام، ثم قام شاف ايضا ظلام اكو. فهو متعجب، ايش عجب الليلة طويلة. فيجي ابنه او بنته او زوجته، واحد في البيت، يقول فلان ليش ما تقوم؟ يقول انه الليل. يقول يا ليل الان قريب الظهر. هذا واحد من كبار خطباء طهران. الآن قريب الظهر وهو يظن أنه ليل، فتبين أنه في النوم عميت عينه، سلب الله منه هذه النعمة والعياذ بالله. واحد يوم من الأيام يقوم والعياذ بالله وهو أعمى، ونعوذ بالله من ذلك. فعميت عين زوجته، شنو يسوي هذا الرجل؟ عنده أشغال، عنده أعمال، عالم، عنده دروس، عنده بحوث. فما الذي فعل؟ وأصيبت بعد فترة بالشلل، العمى والشلل، 10 أعوام أو في هذه الحدود. الشيخ عبد الكريم رحمة الله عليه صبر على هذه المرأة، كلمة نقولها لكن كلش مش. وكان يطعمها الطعام بيده ويخدمها في بيتها. وفي الليالي كان متعارف في العراق، لأن مدة الشيخ عبد الكريم كان في العراق في كربلاء المقدسة، عادة كانوا يروحون للسطوح ينامون فوق السطح. كان يحملها على ظهره ويوديها فوق السطح 10 سنوات أو حدود ذلك، إلى أن ماتت هذه المرأة. هذا معناه الرحم، الإكرام أولا، والرفق ثاني يعني عدم العنف، والرحمة ثالثا. إذا شفت أن المرأة محتاجة إلى المعاونة في البيت، عاونها في البيت. هذا مو نقص في الرجل أن يعاون زوجته في البيت، هذا مو نقص، بالعكس هذا كمال للرجل. إذا شعرت أنها تحتاج إلى معاونة، بل حتى إذا ما كانت تحتاج إلى معاونة، عاونها في البيت. نقرأ لكم روايتين. دخل رسول الله صلى الله عليه وآله على علي صلوات الله عليه وعلى فاطمة عليه السلام، فرأى عليا ينظف العدس. تنظيف، ينظف العدس، هذا بإشتار، يعني هذا النقص في رجولة الرجل أنه ينظف العدس في البيت. بالعكس هذا نوع من التواضع، بالإضافة إلى أنه نوع من الرحمة. الإنسان بسرعة يصير طاغوت، الإنسان شوية حصل علم يصير طاغوت، شوية حصل مال يصير طاغوت، شوية حصل مقام اجتماعي يصير طاغوت. طاغوت مو يعني حاكم هذا البلد، هذا طاغوت وهذا أيضا طاغوت. فالإنسان لازم يكسر هذه الحالة في نفسه، يقوم بالأعمال المتواضعة، ليأخذ حد ينظر للقضايا من خلال أني عالم هالشكل ينظر، من خلال أني تاجر، من خلال أني موظف، لا رجل عادي، شنو الإشكال واحد يخدم في بيت. وعلي عليه السلام ينظف العدس، وفاطمة صلوات الله عليها بجنب القدر تطبخ. فقال صلى الله عليه وآله: اسمع مني يا أبا الحسن، ولا أقول إلا من أمر ربي، يعني مو كلام مني، إن هو إلا وحي يوحى، ما من رجل يعين امرأته في بيتها، هذا مصداق من مصادق الرحمة، إلا كان له بكل شعرة على بدنه. كم شعرة أكو؟ 10 آلاف لعله. بكل شعرة، عبادة سنة، صيام نهارها وقيام ليلها. يعني كم سنة يصير؟
20,000 سنة، 30,000 سنة، 100,000 سنة، الله يعطيه ثواب عبادة سنة، يصوم في كل يوم في النهار ويقوم في كل يوم في الليل، لعله في عمرنا احنا الليلة واحدة ما نسوي هذا العمل، لعله انه نصوم النهار ونقوم الليل بالعبادة من اول الى اخر. واعطاه الله من الثواب مثل ما اعطاه الصابرين. الرواية الثانية في البحار، دخل رسول الله صلى الله عليه وآله على أمير المؤمنين فوجده هو وفاطمة عليها السلام يطحنان في الجاروش، فقال النبي صلى الله عليه وآله أيكما أعيا، يعني منو تعب أكثر، علي أم فاطمة؟ فقال علي فاطمة أعيا يا رسول الله، يعني أكثر تعبت مني، لعله لأن الإمام كان أقوى. فقال لها النبي صلى الله عليه وآله قومي يا بني، فقامت فاطمة وجلس صلى الله عليه وآله موضعها مع علي فواساه في طحن الحب. هذا النوع من أنواع الرحمة، مصداق من مصاديق الرحمة. ونقرأ هذه الرواية أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وآله، حقيقة الرواية عجيبة. الاعتكاف في مسجد النبي صلى الله عليه وآله قد في ثواب عند الله؟ الاعتكاف واحد يعتكف 3 أيام أكثر في مسجد النبي صلى الله عليه وآله قد في ثواب؟ اعتكافه هواي في ثواب. النبي صلى الله عليه وآله يقول جلوس المرء عند عياله، يقعد وياهم يسولف وياهم يضحك وياهم يعاونهم، أحب إلى الله تعالى من اعتكاف في مسجدي هذا. يعني إذا دار الأمر بين أن تعتكف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وبين أن تجلس مع عيالك تعينهم أو تتحدث وياهم أو تضحك وياهم، أن تجلس مع عيالك أفضل عند الله من أن تعتكف في مسجد رسول الله. فتكرمها أولا وترفق بها ثانيا وترحمها ثالثا، لأنها أسيرك، المرأة أسيرة بيد الرجل. عندنا أسير الحرب، هذا نوع من أنواع الأسير، وعندنا أيضا المرأة أسيرة بيد الرجل، فتحتاج إلى رحمة وتحتاج إلى شفقة، وتطعمها وتكسوها، فإذا جهلت عفوت عنها. هذا الحق الأخير، إذا سوى الجهالة، جهالة يعني السفاهة، إذا سوى الزايد ناقص تعفو عنها. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقال له كم يغفر الرجل لزوجته إذا أخطأت مرة مرتين؟ فقال له النبي صلى الله عليه وآله باليوم 70 مرة. حقيقة إذا هذا المنهاج كان منهاجنا في بيوتنا، إذا الرجل هالشكل كان، إذا المرأة هالشكل كانت، حقيقة ما كانت تغمرنا السعادة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأداء الحقوق، أن يوفق الأزواج لأداء حقوق زوجاتهم، وأن يوفق الزوجات
لأداء حقوق أزواجه. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.